انا مش فاهم يعني مش فاهم محدش يتقال له لا ابدا ويسكت كله لازم يقاوح انا رجلي تعبتني قوي من المشي انا عمال اقول لك من الصبح اركب 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 انت اللي مش عاوز تركب يا بسيوني اخرس يا بسيوني خالص تقعد تجود كده من عندك كان زماني ركبت من بدري لكن ما تقعدش تقول لي اركب غير الموضوع ده مهندسين الزراعه عاوزك يا سيدي تعمل اختبار لطلمبات الميه وتستلم النخل بقول لك ايه انا لا هعمل طرمبات ولا هستلم نخل ولا هعمل اي حاجه سامع ولا لا انزل هات العربيه دي اتفضل اركب لا مش هركب ما انا كنت هتفضل يا بسيوني لوحدي انت بتجود من عندك ليه انا هموت من العطش اتفضل ايش مش شارب مش شارب انت مالك يا بسيوني بقيت سباق من خير اوفر كده انا هشرب من المايه دي اصل بقول لك ايه مفيش اصل اخرس خالص لغايه ما اخلص سامع ولا لا ايه ده المايه دي بقى لها كتير هنا اصل دي ميه الزراعه اللي احنا بنروي بيها كنت واخدها المعمل عشان نعمل لها تحليل خد المعمل يا بسيوني اعمل لي تحليل يا بسيوني يا بنت حرام عليك والله العظيم حرام حرام ما تهم شويه عادي يا حسنين بس الرمله ما شاء الله واضح انها صفحه يعني دي منين دي من الساحل ها من المازه يا راجل ما تقولش كده دي رمله قديمه من ايام زمان من ايام الفراعين ياكش شايفنا جايبينهم من هاي سندة واه 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 في حاجه يا بوي اربع حتت يا معلم هنداوي الله اكبر قلبي كان حاسس الله اكبر يا معلم هنداوي انت بس في حاجه فايتاك غالبا انت اوريدي بعت لي رساله ان انتوا لقيتوا التماثيل مش لسه هتلاقوها فمفيش داعي تبدا المسرحيه من الاول انا كده كده هشتري والله ايوه يعني ممكن تجيبوا في نال المسرحيه وتقفل الستاره ناخد المورال وبعدين نديكم ثانيه واحده بس حط نفسك مكان الناس دي بعتين رسائل ل 120 مليون مواطن مصري مفيش بهايم جنب غيرنا امسك التماثيل بيدك يا معلم مازو وعينهم زين عشان تتاكد انهم حقيقيين حاضر همسك التماثيل بيدي وعينهم زين عشان اتاكد انهم حقيقيين قول بسم الله ما شاء الله وملي عينك منهم هم نني حاضر بسم الله ما شاء الله وبملي عيني منهم كبر في ودنه حاضر خبط عليه كده حاضر خبط عليه تاني كده؟ حاضر عمال اخبط عليه بس تقريبا مفيش حد جوه حسيت بايه لما خبطت؟ حسيت بالامان والدفء والدفء حسيت بانه تمثال حقيقي صح؟ اللي حقيقي لا ده حقيقي حقيقي ده حقيقي اكتر من الدقن اللي الراجل ده لابسها هو ايه اللي حقيقي؟ انت بتقول اي كلام ولا ايه؟ دي تماثيل جير تباشير صبوره برافو عليك يا غريب ان انت مصحصح معايا طب قول لي ايه ما خدهمش هو حد لاقي خدهم طبعا فخس على اللي عرفني عليك حاضر هاخدهم بكام احنا مش هنعجو عليك في السعر يعني عشان انت تقدر تسترزق فيهم ادفع 145 الف جنيه ويعوض علينا ربنا حاضر حاضر ايه انت بتقول حاضر على اي حاجه قول لي 145 الف جنيه تدفع في دول 145 الف جنيه كتير صح طبعا طيب قول لي اعمل ايه بها انت خدهم ب 140 فخس على اللي عرفني عليك مره تانية حاضر هاخدهم ب 140 الف جنيه وهات الخمسه اللي وفرتهم لك بقى اديهم لي حاضر هجيب الخمسه اللي وفرتهم لي اديهم لك انت